كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني فريق سموحه واللي تولى مهمه تدريب الفريق قبل 10 ايام رفض تماما تدخلات المهندس فرج عامر رئيس النادي في الامور الفنيه وتشكيل الفريق. لا ما هو لازم هيتدخل المهندس فرج، واكد عبد الرحمن طبعا لرئيس النادي انه مدير فني كبير ولا يقبل باي تدخلات من الاداره او تعديلات على التشكيل، يعني وان ده بيخص وجهه نظر المدير الفني، وده حق اي مدير فني. يجي في مدير كره، في مدير فني، هم المسؤولين عن طبعا سياسه الفريق داخل الملعب، هو اللي بيتحكم فيها المدير الفني. طبعا الكابتن عادل عبد الرحمن اللي تولى قياده فريق سموحه اعتقد يعني ابتدى يبقى في شكل ليه سموحه في لعب مباراه امام انبي وتعادل سلبي، لكن شفنا شكل ليه سموحه اعتقد كويس، يعني في كيمياء ما بين الكابتن عادل عبد الرحمن وبين لاعبي سموحه. بنتمنى ان الرسائل الانديه خليهم في الاداره والمدير الفني.